بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي مدرسة أجيال الخرج الثانوية الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. معكم الأستاذ أحمد عبد السلام، معلم الفيزياء. موضوعنا اليوم الحركة الدائرية. اليوم سنكمل الفصل السادس، والموضوع الدرس اليوم الحركة الدائرية. الحركة الدائرية هي حركة جسم أو جسيم بسرعة ثابتة المقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت. تاني، الحركة الدائرية هي حركة جسم أو جسيم بسرعة ثابتة المقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت. زي بالضبط كده يا جماعة، لو انا جبت حجر او جسم وربطته في حبل، وبدأت ادور هذا الحبل او هذا الجسم بسرعة ثابتة، فهنا نوصف الحركة هذه بنسميها حركة دائرية. حركة دائرية او بالشكل ده، انا عندي هنا عندي اهو الحبل ده، طوله r اللي هو نصف قطر الدائرة، والجسم هيبدأ يدور بسرعة ثابتة، يدور بسرعة ثابتة. السرعة الثابتة بسميها السرعة المتجهة المتوسطة اللي هي في. الفي بتساوي دلتا دي على دلتا تي. دي يا جماعة اللي هو طول محيط الدائرة، طول محيط الدائرة هذا كله، هذا المحيط كله. والمحيط الدائرة طبعا انتوا عارفين محيط الدائرة دي بتساوي 2 باي ار، 2 ط نق اللي هي 2 باي ار، حيث الباي اللي هي النسبة التقريبية 22 على 7، والار اللي هو نصف القطر. فإذا كانت السرعة المتجهة المتوسطة في حركة الدائرة تساوي إذا الفي بتساوي دلتا ار على دلتا تي، يبقى للاختصار يبقى هنا بنقول إن السرعة المتجهة المتوسطة بتساوي دلتا ار على دلتا تي. ده بالنسبة للسرعة المتجهة المتوسطة. عندي بعد كده الجسم ده يا جماعة بيحصل ان هنا السرعة هنا بيتغير اتجاهها، واتجاه السرعة بيكون اتجاه المماس على نصف القطر. يعني هنا المماس اللي هو باللون الاحمر، وهنا نصف القطر هو اللي باللون الاخضر. الزاوية هنا تكون كام؟ 90 درجة دائما. فاتجاه السرعة بيكون المماس في نصف القطر. ده بالنسبة هنا الزاوية دي، هنا ار وهنا ار وهنا ار نصف القطر، وهنا دلتا سيتا، وهنا دلتا ار اللي هو التغير في طول المحيط الدائري. طب هنا تغير اتجاه السرعة ينتج عنه تغير في معنى تغير اتجاه السرعة، يعني ما دام السرعة تتغير يبقى فينا تغير في التسارع، بسميه التسارع المركزي. التسارع المركزي اللي هو برمز له بالرمز AC. ومتجه التسارع المركزي هنا بيكون ناحية مركز الدائرة، شير دائما إلى مركز الدائرة. يبقى التسارع المركزي ده ناتج عن عن تغير في اتجاه السرعة، سرعة الجسم اللي بيتحرك في مسار دائري. طب ازاي نحسب هنا التسارع المركزي هنا اللي هو AC؟ عندنا هنا مثلثين، المثلث الاول اللي احنا شفناه من شوية اللي هو تغير نصف القطر واللي هو هنا، والتغير الثاني اللي هو تغير مثلث السرعات. هنا السرعة V1 وهنا السرعة V2 وهنا دلتا سيتا وهنا دلتا في. فلو انا لاحظت كده ان فيه ان المثلثين هنا متشابهين، مثلث نصف القطر اللي هو الار، والمثلث اللي احنا شايفينه ده اللي هو مثلث السرعه، لان فيه تشابه عند العين. من تشابه المثلثين يا جماعه بنقول ان دلتا ار اللي هو المقابل على الار دلتا تي بتساوي دلتا في على في دلتا تي. طب ما انا عندي ان هو التسارع اللي ايه التسارع اللي احنا خدناه في الباب الابواب السابقه
التسارع بيساوي التغير في السرعة اللي هو دلتا في على دلتا تي. التسارع ايه؟ بيساوي دلتا في على دلتا تي. وان الفي اللي هي بتساوي التغير في نصف القطر على دلتا تي اللي سائلينه من شوية. لما نيجي نعوض هينتج لي عندي مقدار التسارع المركزي اللي هو اي سي بتساوي في تربيع على الار. ده يا جماعة مهم جدا هذه العلاقة، اي سي اللي هو التسارع المركزي بيساوي في تربيع على الار، ده اللي هو التسارع المركزي. يشير اتجاه التسارع المركزي الى مركز الدائمة، مركز الدائرة دائما، ويساوي مقداره حاصل قسمة مربع السرعة على نصف قطر الدائرة. اي سي بتساوي في تربيع على الار. طب هنا الجسم هنا يا جماعة بيتحرك في مسار دائري، بيتحرك في مسار دائري، واحنا قلنا ان السرعة بتساوي الار على تي، وهنا مربع السرعة يبقى 2 باي ار على تي اللي هو الزمن، الكل اس 2 على الار، يبقى تساوي 4 باي تربيع ار على التي تربيع، حيث قلنا ان الباي النسبه التقريبيه 22 على 7، الار نصف القطر التي اللي هو الزمن. طب هنا الجسم ده يا جماعه بيتحرك في مسار دائري، ففي قوه تجذبه للداخل بنسميها القوه المركزيه، لان هذه القوه تجذبه الى مركز الدائره. القوه هنا تعطى من قانون الثاني لنيوتن، القوه القوه المحصله بتساوي الام اللي هي كتله الجسم في التسارع المركزي، دي بسميها القوه الجاذبه المركزيه او القوه المركزيه. عندي مثال محلول هنا عندي بكل اديره سداده مطاطيه كتلتها 13 جرام مثبته عند طرف خيط طوله 0.93 متر في مسار دائري افقي لتكمل دورة كاملة خلال زمن مقداره 1.18 ثانية. احسب مقدار قوة الشد التي يؤثر بها الخيط في السدادة، يعني عاوز القوة المركزية. طب عاوز القوة المركزية، طبعا القوة المركزية بتساوي الاف بتساوي الام في الاي سي. هنا ما عطنيش الاي سي اللي هو التسارع المركزي، فالاول اجيب التسارع المركزي. فهنا تعال نشوف المعلوم، المعطيات بتاعتي الام اللي هي الكتله 13 جرام، ولازم طبعا نحولها لكيلو جرام. هنا الزمن تي بتساوي 1.18 ثانيه. الار بتساوي اللي هو نصف القطر بتساوي 0.93 من 100 متر. الاف دي اللي هي قوه الشد، قوه الشد. هستخدم طبعا عندي علاقتين للاي سي. العلاقه الاولى بتقول الاي سي بتساوي في تربيع على الار، لكن هنا ما عطانيش السرعه. والعلاقه الثانيه الاي سي بتساوي 4 باي تربيع ار على تي تربيع، وهي دي اللي حسب معطيات المساله. يبقى انا بستخدم العلاقه اللي بتتماشى مع معطيات المساله. يبقى الاي سي لها علاقتين، اي سي بتساوي 4 باي تربيع على الار، 4 باي تربيع ار قسم تي تربيع. والعلاقه اللي الاساسيه اللي هي اي سي بتساوي في تربيع على الار. فهنا استخدم هذه العلاقة، إذا الـ AC بتساوي 4 باي تربيع اللي هي 22 على 7، من هنا نعوض عنها 22 على 7 عشان هنا معايا مش واضحة هنا في المسألة، ضرب الـ R اللي هي 0.93 من 100 متر قسمة 1.18 ثانية أس 2، الناتج هنا الـ AC بتساوي كام؟ 26 متر على الثانية تربيع، فوحدة التسارع متر على الثانية تربيع، لكن وحدة السرعة متر على الثانية. الـ F T بتساوي الـ M A C بتساوي 0.013، كنا لازم أحول الجرام إلى كيلو جرام، يبقى أقسم على 1000 أو العلامة بعد ثلاثة الأرقام اليمين ضرب 26، الناتج هيطلع لي 0.34 نيوتن، يبقى 0.34 من 100 نيوتن. عندي مسألة يا ريت نفكر في هذه المسألة
اللي هي رقم 10، بتقول يسير متسابق بسرعة مقدارها 8.8 متر على الثانية في منعطف نصف قطره 25 متر، ما مقدار التسارع المركزي للمتسابق وما مصدر القوة المؤثرة فيه؟ النقطة اللي بعد كده القوة الوهمية. لما بيحصل ايه؟ لو انا راكب سيارة والسيارة دي ماشية في منحني، هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان لما اكون انا راكب مثلا ايه بجوار السائق، هلاحظ ان انا بندفع كده للخلف، بندفع للخارج، بندفع للخارج. ايه هنا السبب؟ هنا في قوة وهمية بسميها القوة الطاردة المركزية. يبقى قوة الطاردة المركزية دي قوة وهمية بتدفع الأجسام للخارج لما تسير في منعطف، وقد يشعر بها الكثير من أن هناك قوة تدفع الراكب للخارج تسمى قوة الطرد المركزية، فإن هذه القوة لا وجود لها من قوانين نيوتن قادرة على تفسير، إن قوانين نيوتن قادرة على تفسير الحركة في خطوط مستقيمة والحركة الدائرية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.